باننا نديروا دوره استثنائيه ولا دوره عاديه الموضوع ديال مناقشه السيد بحري علاش ما عندهمش راسه العين. والقضيه الثانيه هو قضيه القوارب المعيشيه ولا التسكن. اولا هذاك هو مشكل اجتماعي وحنا كاملين واقفين ايد واحده معاهم قدامهم وراهم، لان الحمد لله كاملين ولاد الدشره وكاملين حنايا بطبيعه حالنا رابين معانا وسطهم ونعرفوهم واحد واحد. يعني من ناحيه بانه احنا هذاك الموضوع والملف ديال القوارب المعيشيه احنا من ناحيه في اطار اختصاصاتنا وفي اطار ملي حتى كاننا اولاد الدشره معاهم لا في ذي القفاره ديال المسؤوليه ولا ملي حتى من الجانب ديال اخوتنا واولاد عمنا الحمد لله، وطبيعه الحال الدعم التام منهم. وكنطالبوا ملي من هذا المنبر بانه وزاره السيد بحري بانها تدمجهم وتشوف لهم حلول واقعيه في اطار القانون اللي كينظم القطاع وفي اطار القانون القوانين اللي كتنظم الحمد لله المؤسسات ديال الدوله اليوم. يعني حنايا كنقولوها بشكل صريح باننا هذو الناس حنا معاهم وداعمينهم واللي بجهدنا كاملين عدلهم معاهم لا من قريب ولا من بعيد. يعني لا بصيرتي انا الرئيس ولا بالنسبه للاعضاء كاملين، وخير دليل حنا رانا ملي جينا هنا عندهم وهما هما اللي عارفينها عارفين قد الخال باننا رانا معاهم قلبا وقالبا وملي بلا شروط وبلا جميل